بأغصان النخيل عاد هؤلاء الأطفال يستمتعون بأحد الشعانين، واستقبلتهم الكنائس بعدما كانت قد أغلقت العام الماضي بسبب جائحة كورونا. فرحانة عشان الكنيسة فتحت، يبقى لما أصحابي بنعمل أشكال بالزعف وبنصلي طبعا وبنقعد في الكنيسة مع بعض. اليوم ده مختلف وفيه تقاليد وطقوس مختلفة، ده بيبقى فرحة كبيرة للشعب المسيحي وما كانش يحب ان هو يتحرم منه. فالنهاردة بالتجمع وباللقاء النهاردة كان الناس كلها مبسوطة وفرحانين بان هم جوه كنيستهم وبيحتفلوا بالحدث المهم ده في الكنيسة. بحد أقصى 25% من الطاقة الاستيعابية للكنائس سمح للمصلين بالمشاركة في الصلوات بعد الحجز المسبق مع اتباع جميع الإجراءات الصحية الوقائية. وأول ما البابا طلع قرار أن يبقى فيه إجراءات احترازية ويبقى بالحجز، رحنا نازل على الابليكيشن، الناس ابتدت تحجز. كنا دقيقين جدا في أن احنا نمسك كشوف الناس اللي جايين بالبطاقات بالرقم القومي بندخلها بالنظام. احنا بنبقى حريصين جدا جدا على الإجراءات الاحترازية، وكل واحد في دكة، وبننبه باستمرار الالتزام بالكمامة، الالتزام بالتباعد، الالتزام بعدم السلام، والحاجات دي كلها مهمة جدا. وخلال العيد يحتفل المسيحيون بتذكار دخول المسيح إلى أورشليم، وذلك في الأحد السابع من الصوم الكبير قبل أسبوع من عيد القيامة. رغم قيود فرضتها جائحة كورونا، عاد الزعف يزين جدران الكنائس ويرسم فرحة على وجوه الأطفال الذين جاءوا اليوم ليحتفلوا بأحد الشعانين. مينا حبيب، قناة الغد، القاهرة.